The show is about to begin. Final round. اهلا بيكم في الفاينل راوند من راب جيم. انا مسالم هوست البرنامج. جاهزين للحلقة العظيمة اللي عندنا النهاردة اللي هتحصل على خشبة مسرح راب جيم الاول من نوعه في الشرق الاوسط. مشاهدينا النهاردة هي اللحظة اللي احنا كلنا مستنيينها في مسيرة راب جيم. ثلاثة كونتستنتس كافحوا وتعبوا وبمجهودهم وتصويتكم واحد فيهم هيبقى الاول النهاردة الوينر اوف راب جيم. النهاردة هنسمع ثلاثة performances مختلفة من الثلاثة finalists اللي معانا النهاردة، وطبعا طبعا ما فيش حلقة من راب جيم تكمل من غير performances بتاعت الجادجز اللي احنا بنستناها في اخر كل حلقة. لو ما كنتوش شفتوا الحلقات اللي فاتت، خلينا اقول لكم ان ممكن تخشوا تشوفوا الحلقات كلها على موقع Freedom Music. الحلقة اللي فاتت اللي حصل ان كان عندنا ستة semi finalists بتصويتكم بعد ما سمعنا البرفورمانسز بتاعتهم اتأهل الثلاثة الفاينلس اللي معانا النهاردة. وطبعا طبعا كالعادة حابب أشكر الجوجز اللي كانوا معانا في الحلقات اللي فاتت على مجهودهم وعلى البرفورمانسز وعلى حضورهم. ومش بقلي شغل بفضك محلي مش لاجل الفوز لاجل الإثارة. مخدرات تتكلم الصحاب بتسلم المدارس بتقفل في الشوارع نتعلم. اصلا منافسة فاهم كومبيتيشن وبتاع، ما كانش في الرعاية دي للراب اساسا. قبل ما تسمع لفهمنا ابن السيوف تكبكية باب الغرور باب السيطة يا اتنين جرام ام يعني ميمي تبقى تلاقي هي بتعمل سين سين مستجد دين يعمل سين جين جيت خليت السين ساب مي خلي بالك النتيجة مش في صالحك خلي بالك انا مصر. وطبعا دلوقتي احب اقدم لكم الجادجز اللي معانا النهاردة في السامي فاينل راوند. اولهم شهيد يا جمهور ونجوم يا الجوكر مش انت عشان انت تسعى وصحبك ستة مولوتوف زفروا فيك تنجي هنا. حصل حدث مفاجئ في راب جيم ان واحد من الكونتستنتس اللي تأهلوا النهارده انسحب. مفيش نصيحه معينه، تخليك على طبيعتك بس. رهبه المسرح دي بتجيلنا احنا دلوقتي حتى في المرحله اللي احنا فيها. انت مبسط وبسطنا معاك بس كده. اختار نقطة في اللاشيء كده ركز معاها وأكن أنا بغني لها. بس لما عرفت مين الجوجز معانا النهاردة غيرت رأيي، يعني أنا هفضل أولد سكول لحد النهاية. تلاتة من المتسابقين اللي معانا النهاردة هيوصلوا للفاينل راوند. علمك ومعلمك بتلات أربع جيلة كشكو بالدماغ أستخبي بيبان بيبان يجابوا في شوية الغمامة اللي بيها معمينه دور على الحرية اللي بيها مع الشمينو زي ما بقول لك ابن خالتي مش عارف مين لعبوني واحد بيلعبوني مالتي ايه لو مستلك خدها خدها مسرح جيبك انا مدق دق خبارك ايه المسرح ده وده مش بعرف ارسم انا بس بعرف اكتب فتلاقيني برسم كم صورة بكلام مش مترتب طول ما بنقفل البابان ما بين وربشي مش هنفخ في شعرايا وقت من ريمشي ما علينا ما علينا ما علينا عندي مشوار راح اجيب لامي غسالة اطباق عندي غسيل عندي بعدها بالليل في تسجيل عندي كارير عندي اغاني بتتكتب عشان اعرف ادفع فواتير all I'm so I'm so انصاق انصاق اسكوت اسكوت انت الطيف اسكوت سكي ماسك ان بنز بجانين من نتقرب من تاريش من تاريخ لو بدينا احنا نخلص وقف مصلحتكم اني اتحسبت منكم لولا وجودي بينكم انسوا الرب ما كانش سمعوا غيركم خد ده للي قارن ما بينا ابارك فيه شتت بقوى منك باشا رقم واحد ده مش انت باشا انت تسعه وصاحبك سته باشا بنشوط اللي يجي عالسكه عيال اشقى منك انا مقعدها في بيتها باشا رقم واحد ده مش انت باشا انت تسعه وصاحبك سته باشا بنشوط اللي يجي عالسكه عيال اشقى منك انا مقعدها في بيتها. علي بابا مستر مو عامل ايه؟ الحمد لله. سمعنا ايه النهارده؟ تراك اسمه مستهلس برود باي جادو.
شاوت اوت جادو. بقول لك ايه، كلمني عن اسم تراك. تراك جاي من هلس، مستهلس عندنا في العشرين كده. مستهلس شاب، انت شاب مستهلس يعني، انت شاب ما جيتش خالص. ذات كيد اوزو مو، ازيك عامل ايه؟ ويلكم باك يا صاحبي حبيبي، ربنا يخليك. كلمني، انت جاي النهارده الفاينل ابيسود عشان سبورت الناس؟ انا جاي سبورت صحابي لان هم بقوا صحابي خلاص، انا مبسوط ان انا عرفتهم وادائهم كان حلو في الراوندز اللي فاتت، فانا جاي اشوف بقى الفاينل راوند هيعملوا فيها ايه والطاقه اللي هيطلعوها النهارده ان شاء الله. جماعه انسان جميل يا جماعه، شاوت اوت ذات كيد اوزو. سيف مو، بقول لك ايه، بعيدا عن اللي هتسمعه لنا النهارده، انت مزاجك ايه اصلا في الهيب هوب وانت قاعد لوحدك بتسمع مزيكا؟ بص، هو ما فيش حاجه معينه يعني، انا البلاي ليست بتاعتي فيها كل حاجه يعني، اي حاجه تيجي في دماغك ممكن اكون بسمعها. طب من ناحيه هيب هوب مصري، بتميل اكتر ناحيه النيو سكول ولا الاولد سكول من ناحيه سمعك؟ لا دلوقتي الصراحه ما بسمعش اولد سكول كتير الصراحه. بس speaking of old school، معانا ده 13s. ازيك يا مو، عامل ايه؟ انت منورنا جدا النهارده. ربنا يخليك. انا جيت برضو عشان خاطر الرجاله دول كلهم بيعملوا حاجات جامده جدا وكلهم اخواتنا، فاهم؟ فبغض النظر مين كسب ومين خسر، فكلنا كسبنا، والموفمنت بتاعت الهيب هوب كسبت في مصر جدا، بقى في ايفنت زي ده في مصر. بس طب وده 13s هينزل تركات جديده جايه؟ انت سمعت؟ هتسمع تاني جديد اكيد. انا سمعت يا جماعه، انا مستني. حبيبي حبيبي سيف، حبيبي يا مو، ساموراي مو سالم ساموراي، انا اخر مره كنت مستني نيو سكول وخدت اولد سكول. حصل، بس سببك كان وجيه عشان الجادجز. حصل، حركه تكتيكيه ذكيه. النهارده في مفاجاه. زي ما انت عارف انا في الراوندز اللي فاتت اولد سكول بوم باب، حتى النخاع على راي شاهين، بس تجربه زي راب جيم كانت كفيله ان هي تخليني باشونيتد اكتر، ان انا اطور من نفسي واجرب ويفز جديده واجرب ستايلز جديده في الغنى. فحابب اقول لك يا مو ان انت هتنبهر النهارده، لاني لاول مره بجرب الميلوديك تراب. ده احنا اتنقلنا الناحيه الثانيه خالص. مستني، هتبسط حبيبي يا ساموراي. ازود، بقول لك ايه، انا من ساعه السيمي فاينل وانا معلق في دماغك. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. عامل زي اسكندريه ما تجيش في حياتي عشان صيف. بارز بارز. هي التراك ده نزل؟ التراك ده لسه ما نزلش، هينزل في الاي بي الجاي. تقدر تدينا تيزر كده ده امتى؟ لا بس قريب يعني، قريب انا بخلص بس ميعاد الصح بقى والكلام ده. وانت داخل في تراك، انت كنت اختيارك كان تراب شعبي ولا هي على حسب على حسب ما ازود نفسه؟ هو على حسب ما ازود نفسه، بس هو الفكره ان كان كل يعني انا كنت متوقع التراكات كلها تبقى ماشيه في ويز ازاي، فانا حاولت ان اكون اكتر حد في حته تانية لوحده، وده اللي هكمل عليه بعد كده الستايل ده. انا عملت ده عشان اكمل بده. حبيبي ازود، جامد. شكرا يا ازود، ونورتنا جدا النهارده. ميو. وبكده احب اعرفكم على الجادجز اللي معانا النهارده في الفاينل راوند من راب جيم. اولهم عمل مملكه، رحبوا معايا بحراره جدا، اب يوسف. واحد من اكبر الارتست في الوطن العربي معانا النهارده كمان، رحبوا معايا بال سنابتي. مبتدا المولو ويف منورنا مره كمان، ورا هتات زي دورك جاي وفري مولو توب. وطبعا طبعا مشاهدينا، مفيش حلقه من راب جيم تكمل من غير الدي جي بتاعنا، رحبوا معايا بجادو. الفاينلز اللي معانا النهارده في الفاينل راوند هما سيف سالم، ساموراي، علي بابا. حابب افكركم مشاهدينا ان التصويت في ايديكم، انتوا اللي ليكوا الكلمه الاولى والاخيره، مين اللي هيكسب راب جيم، والتصويت مفتوح من اللحظه دي، ففوت فوت فوت. عامل مملكة ما تشوفنيش في دبابة، كابس عن نفس اكسوجين فيش خلاص، راستا كفا وفي الليل صولة بوت، اخدك لفا ووريك النظام. وإذا ضليت اندريت، وإذا غادرت انضميت، واكتشف ضلني مصمت، وأنا طارق طارق بلل.
دلوقتي احب اوجه كلامي للجادجز اللي معانا النهارده. ابيو ازيك؟ ابيو انا مش سامعك ابيو. لا سوري. دلوقتي كان عندك اي توقعات من الحلقه اللي حضرتها معانا قبل كده؟ حد هيوصل للفاينل وهل شايفه النهارده معانا؟ انا الصراحه كل الناس اللي انا شفتهم الحلقه اللي فاتت كانوا هايلين. ساعه ما شفت المبتدا البرنامج ده كل الناس الفنانين او الارتست او الرابرز اللي اشتركوا كلهم هايلين. كل مره باجي بسمع اغاني حلوه. النهارده في الساوند تشيك سمعت كل الاغاني كانت حلوه جدا جدا وبس. فانا بتوقع يعني بالنسبه لي دايما بحس ان هم كلهم كسبانين وبيبقى صعب بالنسبه لي ان انا اقول ده متوقع او ده لا خالص. انا مش انا عشان احكم على حد, انا بس عشان اسمع اغاني حلوه ولو رايي مهم عندكم وده حاجه تشرفني يعني بس. شكرا شكرا ابيو. شكرا مولوتوف. ايه دلوقتي هل منتظر حاجه معينه من الكونتستنتس النهارده من ناحيه المزيكا, حاجه مختلفه عن اللي سمعته قبل كده؟ منتظر ان هو الموضوع بقى يجيبوا اخرهم خالص بقى, اللي هو الموضوع يبقى مولع على الاخر يعني. ده انا منتظره الصراحه يعني. بس اكيد فاينل راوند فاينل راوند بالظبط كده. سناب سناب هاي مرحبا. ايه الاخبار؟ ممتاز. دلوقتي شايفين اكيد كلنا الموفمنت بتاعه الهيب هوب المصري في الوطن العربي, وعايز اسالك عن رايك فيها صراحة. يعني الاشي كتير يعني الاشي عم بصير حقيقة يعني هيك بحس يعني. بس جيت على مصر بال 2019 وشفت الاشي اللي عم بصير انه it's amazing لإلنا كلياتنا, ومبسوط جدا انه الاشي هيك صار انه عم بكبر وهيك, وانه مصر الاشي عم بطلع منها it's amazing. ومبسوط وهيني شغال يعني الحمد لله. اكيد اكيد. دلوقتي حابب اوجه كلامي للكونتستنتس او الفاينلست اللي معانا النهارده في الفاينل راوند. سيف. ايه الكلام؟ عامل ايه؟ الحمد لله. عايزك تكلمني عن تجربتك, يعني ايه اللي اختلف في دماغك دلوقتي وانت داخل الفاينل راوند عن الجوله الاولى؟ هو يعني كنت في السيمي فاينل اول مره اجرب الموضوع ده لان راوند 1 ما كانتش كده, بس لما جربت الموضوع لا طلع جامد. بس وهتسمعنا ايه؟ هتسمعنا حاجه مختلفه النهارده؟ كده كده ما فيش حاجه شبه التانيه, فخلينا نشوف على الستيج. كده 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 كلنا مستنيين. ساموراي مو ساموراي, المره اللي فاتت سالتك هتعمل حاجه مختلفه ولا لا, قلت لي يو كيبين ات او جي اول ذا تايم وولعتها. المره دي هفاجئك يعني. انا حاولت اعمل حاجه جديده وانافس نفسي, ان انا اتحدى نفسي واقول ان انا اعمل حاجه جديده عمري ما عملتها, ان انا اعمل نيو سكول او اعمل تراب. اوف. فيلا بينا نسمع بقى. مستنيين مستنيين. علي بابا مستر مو. علي بابا علي بابا, الجوله الاولى الثانيه دلوقتي, ايه اللي اختلف؟ الاوتفيت. الايه؟ وغير الاوتفيت يا علي. طب مزيكا وايز؟ غالبا ما فيش اي حاجه, بس كل تراك بتطور عن التاني يعني, فبس بحاول. كده مستنيين علي بابا, كلنا مستنيين علي بابا. شكرا جدا. رجعنا لكم تاني متسابقين. احب اوجه كلامي ليكم واقول لكم هاتوا اخركم كل ما عندكم, انا مؤمن بيكم, بس دي الفاينل راوند وواحد فيكم بس اللي هيكسب راب جيم. ايه جايزه برنامج راب جيم؟ اولا فرصه تسجيل اغانيك في استوديو بروفيشنال, فرصه انتاج ميوزك فيديو الخاص بيك, ديجيتال ديستريبيوشن كونتراكت, والبراندنج ايدنتيتي بتاعتك هنعملها لك. احب افكر مشاهدينا ان التصويت لسه شغال على موقع فريدم ميوزك, ففوت ناو للكونتستنت اللي انتم شايفينه جدير بانه يكسب راب جيم. وبكده نكون وصلنا للحظه الحاسمه اللي هي وقت البرفورمنسز بتاعه الكونتستنتس في الفاينل راوند. المره دي هنعملها مختلفه شويه عشان الفاينل راوند اكيد بعد كل كونتستنت لما نسمع البرفورمنس بتاعه هنسمع اراء الجادجز اللي معانا النهارده. أول برفورمانس من أول كونتستنت هو سيف سالم, هيسمعنا تراك بريمو.
كاننا في سباق باق ليا خمسة ستة صحابي الباقي داب مات ريحتك وحشة ما كلثوم من غير الكافلام قولي ماتشك مع البيت داخل الصح كام كام من زمان بعمل جلب كل ما اظهر في المكان مش هتبان لو موجود اختيك والعبك على الميزان اجيب كبيركو تحتي في حفلة وقفولكو هيتي بانج غريب بنا تاخد بان اجيبك واديك ارضى بقلي وارضى بيك مالكش فانز خالص انت مالكش مرضى بيك اشتري دماغي تشتريلي مش هبيعك انا ارميك مالكش نفع خالص حتى لو في سوق عبيد القعدة بنا سالكة غيري مع اصحابه يكتم انتو مبدأكو حرمة واحنا بتيجي السيرة نشتم طلع من الاول دايما انا عندي حصري الفرق بينا زي كريس انجل وكريس المصري مالكوش مكان نرميكو ميكو يسطا واقفة ليكو بيكو طلع سري بس لصاحبي وليكو منتو سيكو سيكو من دلو بجيبو جيبو كله على قديمو ديمو بيتحامى في تيمو تيمو انا هنا البريمو ريمو مالكوش مكان نرميكو ميكو يسطا واقفة بيكو بيكو طلع سري بس لصاحبي وليكو منتو سيكو سيكو من دلو بجيبو جيبو كله على قديمو ديمو بيتحامى في تيمو تيمو انا هنا البريمو ريمو ما بتنزلش من زوري باكلك بس ما بلعتش نحطك من كلام انا اكل فيكو ما بشبعش فينك ما بيسمعش فين النجمة ما بيلمعش قصر قصر ما تحرقش تركاتك ناقصها النعش مكانكو حجري تشوفني جاي تلف وتجري سالك معايا اخويا غيره تحت رجلي شعوري كله اتقتل الناس تجيب الاجل سمعت كلام دماغي ودوست قلبي عادي اشتغل اكيدك هو مشفوفه ودماغي دي محذوفه وردي زي برونتو حلوه بس مش معروفه مش عارف الحدوته بس بثقه في رب عدي بكسر الاستاج فمحدش يجي بعدي لو على الكلام بس بت بقول مفيد بس مش باليتا ست وعمري ما رجلت غير على جوردن وتيشيرت هاكل سين زي الديزرت ادوس عليكم زي مكت بخلص على المشهد عادي عندي من اول لاجت مالكوش مكان نرميكو ميكو يا اسطى واقفه بيكو بيكو طلع سري بس لصاحبي ليكو انتوا سيكو سيكو من دلو بجيبو جيبو كله على قديم وديمو بيتحامى في موديم وانا هنا البريمو ريم مالكوش مكان نرميكو ميكو يا اسطى واقفه بيكو بيكو طلع سري بس لصاحبي ليكو انتوا سيكو سيكو من دلو بجيبو جيبو كله على قديم وديمو بيتحامى في موديم وانا هنا البريمو ريم سيف سالم عاش 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 حبيبي يا مان. دلوقتي نسأل الجادجز عن آرائهم في البرفورمانس العظيم ده. أبيو أنا زي ما قلت مش جاي أحكم على حد أنا خالص جاي أسمع أغاني جديدة وحلوة وعامة أنا متابع سيف من زمان وهو بينزل حاجات بقاله تقريبا 3 سنين أو 4 سنين حاجة زي كده وبيشتغل على نفسه ويطور نفسه وكل شوية شايفه بيعمل ألوان جديدة فحلوة الأغنية الجديدة بتاعتك وعايز أسمعها بقى تنزل على النت وأقعد أسمعها براحتي كده وأقعد أروح أبقى سامع الصوت فيها كبيرة أوي بالنسبة لي. شكرا شكرا. أنا عامة برضه عجبني يعني جدا وحسيتك اللي هو إن كده في الحوار حسيت بس اللي هو مثلا من ناحية البرفورمانس يعني إن أنت كنت إيه يعني في حتة الباور زيادة سيكا عن التراك نفسه فاهم يعني كان في حتت في التراك هادية وأنت ممكن تديني الحتة دي كده فاهم بيها يعني فاهم بس غير كده كان جامد يعني والليركس برضه حسيتها يعني مناسبة للستايل ده كده فاهم فجامد يعني أكيد أعمل كده المرة الجاية. اولا يعطيك العافيه. البرفورمانس انا بالنسبه لي حبيت الطاقه اللي حطيتها للإش على الإشي واجريك وهيك از نايس ومش فاهم كل الحكي اللي حكيته بس حبيت البارت بالاخر لما صار لي فلو سيك سيك بيك بيك هذا الإشي ات واز ريلي نايس كيف خلصت الفيرس بالاخر حبيت هذا الإشي يعطيك العافية. شكرا شكرا جادجز شكرا سيف سالم. دلوقتي معادنا مع تاني performance من تاني فاينلست معانا ساموراي هيسمعنا تراك لوحدك. الزمي منك وسعلي الزمي منك وسعلي سيب اللي في ايدك واسمعني سيب اللي في ايدك واسمعني لا بدولي مش محلي لما بنودي ما بنهدي الفرصه تيجي مش اقل الفرصه تيجي مش اقل ناس معادن ولولوك جواه سكه صعبه وشباب بتعاف ما فيها غلطه الميزان بتعاف
نية سالكة وربك اللعان ناس معادن ونقلوب جواهر سكة صعبة والشباب بتعافر ما فيها غلطة الميزان متعاير نية سالكة وربك اللعان المكتوب مكتوب الممنوع مرغوب المصروف محسوب لو شوافها تشوف المظبوط معروف ابن الاصول بيصون والغدار بيخون واللي يخون ما يخون هاد ما تعيش هتشوف هاد ما تعيش هتشوف هاد ما تعيش هتشوف اختلافات وحياة خارجة عن المألوف لعبة ايام بتجري والاحلام بتطوف لو عرفت الخوف من غير ما تحس تلاقي نفسك مكلوف مطفي لونك مش معروف لبعيد محدوف امسح الالوان خليك مكشوف زي المية شعورك بالنقاء ده نعمة من عند اللي خلقنا جوا الدنيا وحده عالم باحوالنا مبادئنا اقوالنا افعالنا واختلفت انماط حياتنا واختلفت اشكالنا يا ما ظلمنا واتظلمنا واللي اتظلموا ما بينسوش الحياة بتعلم وبتدي دروس ممكن تفرح تتألم تخسر تفوز تشوف حلمك قدامك تضحك الدنيا جنبك والناس بتحبك الدنيا جت عليك بقيت لوحدك لو في يوم حسيت انك لوحدك ابعد موجود مكان معمول عشان داري جرحك جوه قلبك وامسح دمعك واسكت انسى انسى اللي باعك كل خامل ناس معادن ولولوب جواهر سكة صعبة وشباب بتعاف ما فيها غلطة الميزان بتعاي نية سالكة وربك اللعان ناس معادن ولولوب جواهر سكة صعبة وشباب بتعافر ما فيها غلطة الميزان متعاير نية سالكة وربك اللعان ناس معادن ولولوب جواهر سكة صعبة وشباب بتعافر ما فيها غلطة الميزان متعاير نية سالكة وربك اللعان ناس معادن ولولوب جواهر سكة صعبة وشباب بتعافر ما فيها غلطة الميزان متعاير نية سالكة وربك اللعان شكرا ساموراي عاش عاش كلمة جوجز سينابتك ايه الاخبار بلش تمام يعطيك العافية كتير حلو التراك كتير حلو الكورس بداية الفيرس وانه الفلو اللي عملته اتس يونيك بسمعوش كتير و I really like the track يعطيك العافية thank you very much انا عامة عشان يعني سمعت طريقتك قبل كده وسمعت الحاجة المختلفة يعني في التراك ده فعامة حبيتك في الاسلوب ده اصلا ممكن اكتر كمان يعني من الاسلوب الاولاني وعجبني كمان ان انت عملته بطريقة ان انت بتكتب ليركس فيها قصة كده زي الاسلوب الاولاني بس بتغني بقى المرة دي اكتر بقى فاهم مش بتراب قوي او كده يعني فده عجبني يعني فشخ حسيت اللي هو بس لو ايه لو ما كانش فيه اي فوكالز خالص في التراك وانت بتغني اللايف بنسبة 100% خاصة ان احنا فاهم في مسابقة راب يعني او كده وانت بتقول الكلمات دي ومعيشني في المود ده بس لايف كمان 100% كان هيبقى فشخ انا لازم ارد عليك في النقطة دي عشان زي ما شفت في التو راوندز اللي فاتت انا 100% بغني لايف اولد سكول من غير ادلبس فعشان اعمل ده في ميلوديك تراب هيكون الموضوع صعب جدا عشان انت زي ما شفت انا كنت ببذل مجهود كبير جدا في النفس وده كان بيأثر على ادائي على الستيج نفسه عشان انا مركز ازاي الصوت هيطلع عشان مفيش حتى 1% ادلبس في التراك فاهم تو راوندز اللي فاتت ففي الراوند دي انا قررت اعمل حاجه جديده واتحدى نفسي فيها ويعني انا لا سعيد ان هي اشتغل على نفسي اكتر في الحته الجديده دي يعني ثانك يو فيري ماتش ابيو رأيي مضيف في موضوع انه فعلا سيان موضوع المجهود والحاجات دي كلها ميلوديك تراب الحاجات دي كلها انت بتغني وصوتك حلو فحرام ان انت تبقى حاطط بلاي باك مع صوتك بس بيبقى صعب عشان ساعات بيبقى في ليتنسي فدي بتبقى حاجه صعبه برضو على اي حد يتعامل معاه غير كده الكورس بتاعك لازق في دماغي وحلو قوي وانا برضو متابعك من زمان ستايل القديم عجبني برضو اكتر يعني رأيي مضيف بالظبط في الحاله دي يعني انا عجبني جدا الاغنيه والكورس بتاعها بالذات لازق معايا في دماغي يعني ربنا يوفقك يا رب وكسر الدنيا كينج شكرا شكرا جادجز شكرا ساموراي مشاهدينا لازم افكركم قبل ما نسمع اخر بيرفورمانس من اخر فاينالست معانا النهارده ما تنسوش الفوتس تصويتكم هو اللي هيفرق مين اللي هيكسب برنامج راب جيم دلوقتي معانا مع اخر بيرفورمانس في الفاينل راوند رحبوا معايا
بعلي بابا وهيسمعنا تراك مستهلس. بر شوت اوت للجادو يا جماعه, ده بروديوسر بتاعك. اي واو واو للدادي جادو ياو مستهلس, مش هشوفك مستهلس, مش هتبقى بينا مستهلس, مش هغنى عشان انت الا وكبير كبيرك مستهلس, مش ماليش في مستعمل, مش هتني ومش هركب, مش هحس ومش هندم, انتوا كلاب مالكوش معنى, مش هشوفك مستهلس, مش هتبقى بينا مستهلس, مش هغنى عشان انت الا وكبير كبيرك مستهلس, مش ماليش في مستعمل, مش هتني ومش هركب, مش هحس ومش هندم. افلوك زيت زي ابراهيم الابيض, بيجي كلكوا هلا فيه بدجار, اخوكوا بلاش تخشنوا النبرة, سلاحي في جيبي بيتش عليكوا بضرب, بيتش انتوا بس اسابيكوا صايع, علي بابا صايع اساليب وطاي شوب, خلي ليكوا اي فرايز صب عليكوا دي فرايز, مش هزيبوا دي ساين, مش صعبين ما دو ساين, شمامين بس اورايت حط عليكوا بانش لاين, بيتش اديني المايك كلامي كله عن نايت, قول من الباب بيبقى كول جيت, انتوا مسوس بقتلكوا كول جيت, خسرانين فتقولوا جود جيم, مصلحه في الابيض دور كوكيت, كلام سريع كان في بيس فين الدليل ده جالي تو ليت, اول ساعه كول روبليكس باخدها نكروس في قلب الكوبيت, شايف اتنين جاست ان كيس, كل واحده فيهم ليها تيست, كل واحده فيهم ليها بيت, وملوها بالعشان محبيت, بس مش حظر الحظ وتلاقي السنيور 7-11 والناس مش موجود زي تاني لاجن, بس الخطوط مش مقطوع, بس مش حظر الحظ وتلاقي السنيور 7-11 والناس مش موجود زي تاني لاجن, بس الخطوط مش مقطوع, بينط الدرب شيك انا وجارب, مكالمة بحملة وبلدكو تختفي, لسانك يبلع قدامي يتقطع, كلب الستريت وانتي كلبان البيكن, جيمكو يتقفل بس وكف تدل زي الكبريتة بتحك فتتحرق, اجل دهيب حاسب تترسم, لو تتنطط وتترسم تترسم, احنا ابطالها مفيش غيرنا مش هنبطلها, لو ليك كبير كان لطشلك, لو كان شواف كان جاب كندم, او كان جابك على الارض كرملة, جاب الرجولة في كبسولة, كنا للعالم صدرنا رجولة زي دهب لنصدق, مستهلس مش هشوفك مستهلس, مش هتبقى بينا مستهلس, مش هغنى عشان انت الا وكبير كبيرك مستهلس, مش ماليش في مستعمل, مش هتني ومش هركب, مش هحس ومش هندم, انتوا كلاب مالكوش معنى, مش هشوفك مستهلس, مش هتبقى بينا مستهلس, مش هغنى عشان انت الا وكبير كبيرك مستهلس, مش ماليش في مستعمل, مش هتني ومش هركب, مش هحس ومش هندم. علي بابا جادجز سينابتك يعطيك العافية حلو, يعني بعرفش صراحة يعني حلو الاشي الدريل اللي عملته, كتير حلو الفلو اللي سويته, بس بالنسبة لي صراحة يعني لو انه كان اوريجينال اكتر الاشي فاهم علي, انه انا سامع كتير هذا الساوند كتير سامعه فاهم علي, بس مبين عليك كتير شاطر وعندك كتير سكيلز وهذا الاشي موجود عندك, بس دايركشن وايز بحب لو تعمل اشي دريل انك تروح باشي اكتر مختلف, لانه مسموع هذا الساوند بالنسبة لي كتير, بس يعطيك ألف عافية وغريت جوب. سبعتاشر سنة بس انت كم سنة دلوقتي؟ 20 20 جامد, لا قشطة حلو. والله أنا عن نفسي عجبني يعني جدا كل حاجة, يعني سواء كانت الطاقة السكيلز كلها وكده, واعتقد رأي سينابتك بقى جاي في حتة لو انت بتعلي بقى, يعني انت اصلا في حتة حلوة كسكيلز كبرفورمانس كمش عارف ايه, لو انت عايز تعلي قوي بقى في حاجة اوريجينال في حاجة في اي مقصدي فشخ اكتر يعني كده 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 كده. جادو البيت يعني روعة, عايز اسرقه والله عايز اخش كده اول ما تجيب الانسترومنت وانزلها قبل ما ينزلها وبتاع,
البيت جامد فشخ بجد. تراك حلو فشخ. انت مثلا تاكل المايك طاقتك على المسرح حلوه فشخ وبس. ويعني عجبتني انت عايزه نفسي اصلا تراك فاهم عايز اسمعه تاني بس جامد فشخ. شكرا شكرا شكرا. حلو قوي بيت حلو قوي بيت حلو. شكرا شكرا جادجز. شكرا علي بابا. شوت اوت جادو. ودلوقتي جت لحظة ان احنا نسمع البرفورمانسز بتاعت الجادجز اللي معانا النهاردة في الفاينل راوند لراب جيم. بيبرك اننا في سباق باق ليه خمسة ستة صحابي الباقي داب مات ريحتك وحشة ما كلتهم من غير الكافلام قولي ما تشوف مع البيت داخل الصح كام كام ناس معادن ولولوب جواهر سكة صعبة وشباب بتعاف ما فيها غلطة الميزان بتعاي نية سالكة وربك اللعان ناس معادن ولولوب جواهر سكة صعبة وشباب بتعافر ما فيها غلطة تبقى بينا مستهلس مش شغلنا عشان انت الا بكبير كبيرك مستهلس بيتش ماليش في مستعمل مش هتغني مش هركب مش هحس ومش هندم اطلق زيت زي ابراهيم اللي مشاهدينا احب افكركم مره كمان فاضل نص ساعه على نهايه راب جيم تصويت مهم جدا مين اللي هيكسب الجائزه الكبرى دلوقتي معادنا مع اللحظة اللي كلنا مستنيينها وهي البرفورمانسز بتاعت الجادجز معانا النهاردة أول جادج جاي لنا من فلسطين عشان يسمعنا البرفورمانس بتاعه رحبوا معايا بأول برفورمانس من السنابتيك يو شروع ده Guess. Understand me هسا مرت سنة سنة واربع سيزنز بلش شتا خلص شتا عيدن من جهنم الى جنة ايدن طعمونا التفاحة كانت بايدن قلتلك ضايل بس اسف I'm leaving عندي غيرك شياطيني بتمنى انت تكون سعيد بس من بعيد فوت تحارب وهسع البيت راجع فوت تحارب وهسع البيت راجع بس مش نفس الشيء بس مش نفس الشيء كل يوم بتعلم شيء بكتب وبمحي جوا ابصر ايش اللي يحيي استسلم كلمة غير موجودة عندي بالقاموس مشكلتي اني باغوص مشكلتي حب الدروس مشكلتي مش مشكلتي مشكلتي كل النفوس تكره الغريب تقتل كل الفياح وانا ناديت عليك سنين وايام وبكيت بكيت بكيت على غاني كتبت شو تعلمت كتبت عن عينك وذاك وك هذا اللي ياجك كن داهد الحيط مش بس افتح شوفك بس ما عاد فيه حيل جمهور عندي بكرة شاب غير المشروع اليوم اصلا حفا شاب هيا عطيت كل قمر والمحيط تسمعوا كل يوم القمر والمحيط يا القمر والمحيط تسمعوا كل يوم
النار والمحيط يا تسمعوا كل يا القمر والمحيط يا القمر والمحيط تسمعوا كل يوم القمر والمحيط يا تسمعوا كل يوم على بعده. اوكي بنفع احكي اشي قبل ما اغني التراك الجاي؟ اوكي التراك الجاي هو مش تراك اتس جام سيشن مي اند ماي فريند برودوسر سمرا ساوند بالقدس و اي ريلي لايك ات و اي وانت تو بيرفورم ات. خلينا نحمل الجراية يلا. فرامل بمخي لسه عالطلعة بتفلت افتحلك بالمندل انزلك ولا منستهلك تقاطع حطة بمكان احسن فانسى احسلك من طريق الخيالات فيه ايش هنم في جنة كيف الصحوة بدري عمي والله بتجنن قاعد سرحان بشباك بنسى المحطة وبتشلف بس بروح على الدار بكتب لي اشي متخلف جرب اطلع لك مشوار مستر حزن بلكي بتبطل مخنق اسمي حسان عمري ما حبطل ادنك متحطش عنوان نصي لحاله بيعرف الراب حلو مان وباقي الاسم بتقرف فبنطل وبنطول شو كل مرة بنطل بنشرف كل مرة بنطل بتخلف اتنفس وبوش ماشي بنص الشارع عرسي بقوله يرش رز كرسي فوق كل شي فدونت وري ذا شيت اقرب الي من ترسي وانا ماشي وناسي حالي انه انا حالي خاصة هالبلد غريب مش عارف طلع مقاصة مش فاهمي علي بحكي وهي تحك براسة ببلش اعمل راب وهي بتقلب رقاصة ولا حد بباري ولا سائل ولا داري فيكو اللي بيحكي كلمة واحدة اخواني بدي بس ما حدش بيحكي لانه بفقد مصداقيته لابسني فوق راسه عمو السينية بتقطقيته يحطوا تكاتي قالوه ولا حدا بيحس غيري تراتات 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 تراو ولا حدا فيهم بوصل نصه لسينوه ولا حدا بيبي هذا البارت فاضي مفروض اعبيه شغلات فتحاول انه هسا اعبيه شغلات لانه هذا البارت لسه ما انكتبش اي اشي هناك فعادي هسا بنعبيه شغلات اسمع الفيرس الثاني زي كلمانتينا عيديك ريت تعبان من المدينة ومن الناس ليتي هيك الناس بدها تسمع مفروض ريتني لساتني باكتئاب ومحشور ببيتك ظهري بالأرض جذوره بالضبط زي الزيتون خطي بالسطر عبور وزبتي كي خلق صخور علمتنا الدنيا عمي نصدق ما نخول والغير هيك دون ومالوش أي لزوم مشهور يا حبيبي ببعتولي على البريد هدوم وانت بس قاعد تلوم أسأل نفسي بس أقوم هل سنتنعم بالسكون فالحمد لله أبدا ودائما ما حضرتش الاجتماع لقد كنت نائما الصيف هاد شوب وانا طالع الشمال باين على وجهي كل اثار للدلال عمي رضا الوالدين وحب الصهر والحماة واي حدا فيه مشكلة معاه شاوت اوت لسامرا ساوند في القدس على الجام سيشن الرائعة هاي على راسي يلا لا يزعجني شيء من فترة هذا يزعجني لا محمود ولا درويش بشار لا شيء سيعجبني ساهر ومش كاظم كلماته ليست كالكلمات من اللغة ومناي حبيبي تحس هوايا بريت لقلمي غط ضميرا خوفا من احكام الناس فأنبني وقلت الصدق فجن جنون الجمع من الطرح وجننني ماشي بسرعة مليار ومش ملحق بستوعب واتس هابنس فبيتش دونت كيل ماي هابنس من قلبي الثكني نازل راب زي مكني لون جميل وسكني صوت جليل وجبلي كله يطلع عن المحيط يصرخ الدار عدلي حاول اختصار عجلي ومن سمات الجباني حاول عصر الانتصار سابق زمني هندي ناقص زلمي عيني واقف بنص المعبد دابح كل الكعني باني بيدي سفني انت فيمينست ما
مش شايفك عم محتاج لعدسه. لا يزعجني شيء من فترة هذا يزعجني لا محمود ولا درويش بالشاعر لا شيء سيعجبني ساهر ومش كاظم كلمات ليست كالكلمات من اللغة ومناي حبيبي تحس هوايا بريت لقلمي غبت ضميرا خوفا من احكام الناس فأنبني وقلت الصدق فجن جنون الجمع من الطرح وجننني ماشي بسرعة مليار ومش ملحق استوعب واتس هابني فبيتش دون كيل ماي هابنس اتساءل هل لما انهل اهلالكي كنت لحالكي واسأل نفسي بنفس اللحظة انا مالي ومالكي جنبي عجنبي لشد براغي المخ براسي اللي مغلبني مصعب حالتي سجن البرجر بدنا دوالي تلفن لي على خالتي تركنا البلد لنعمل اغاني هاتقنا حسوالدي سبرايز من الدنيا اوعى خطاس حط كبار ولو يخلالكي شال ويقلب كوكبي ليلكي مش هيضوي بليلكي ليلكي ولو يخلالكي شاري ويقلب كوكبي ليلكي مش هيضوي بليلكي عملنا اللي علينا علينا والباقي على الله يا زينة واعطينا ومدينا ايدينا فلا يزعجني شيء لا اشعر بالحزن ولا اريد منك شيئا غير اذني ولا اريد لا يزعجني شيء من فترة هذا يزعجني لا محمود ولا درويش بالشاعر لا شيء سيعجبني ساهر ومش كاظم كلمات ليست كالكلمات من اللغة ومناي حبيبي تحس هوايا بريت لقلمي غبت ضميرا خوفا من احكام الناس فأنبني وقلت الصدق فجن جنون الجمع من الطرح وجننني ماشي بسرعة مليار ومش ملحق استوعب واتس هابنك فبيتش دون كيل ماي هابنس لا يزعجني شيء من فترة هذا يزعجني لا محمود ولا درويش بالشاعر لا شيء سيعجبني ساهر مش كاظم كلمات ليست كالكلمات من اللغة ومناي حبيبي تحس هوايا بريت لقلمي غبت ضميرا خوفا من احكام الناس فأنبني وقلت الصدق فجن جنون الجمع من الطرح وجننني ماشي بسرعة مليار ومش ملحق استوعب واتس هابنك فبيتش دون كيل ماي هابنس شكرا شكرا سينابتيك دلوقتي معانا تاني performance من تاني judge في الفاينل راوند لراب جيم نورنا الجولة التانية وجاي يولعها في الفاينل راوند رحبوا معايا بأب يوسف تكتب لي براك اننا في سباق باق ليلي خمسة ستة صحابي الباقي داف مات ريحتك وحشة ما كلثوم من غير الكاف لام قولي ماتشك مع البيت داخل الصح كام كام ناس معادن ونلوب جواه سكة صعبة وشباب بتعاف ما فيها غلطة الميزان بتعاف نية سالكة وربك اللعان ناس معادن ونلوب جواهر سكة صعبة وشباب بتعافر ما فيها غلطة تبقى بينا مستهلس مش شغلنا عشان انت الا وكبير كبيرك مستهلس بيتش ماليش في مستعمل مش هتني ومش هركب مش هحس ومش هندم عفلو زيت ما تتكلمش ما تتفلسفش بقى مش لقاء ما تأفلمش لو رد فعلي كان شيني ما تستسلمش ممكن تكون عليك العين وسارم فاضل كم فرسن اعمل من الهند انا كين انت كين حط عليك وبترين وشيب شيب وشيب شيب مش بعمل نيمة مش بقول نوكات معاكم سندل حتى الروكات شاور جلي فليب الموكا كله بيجي على حجرك زي اوبا اسيع شيك 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 كلها عود شيك 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 الشارع عم يشوفوني ونعملهم بي 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 قدو عم يمزل لحنا صفي دم من النحلة سيب على مزايا الوحنا سيب الارض زي النحلة
قطع كتير لازم ربع اقفل عليكم بتطبع على تم وانت تخبط على تم وانا اشرب ما تتكلمش ما تتفهمش ده مش لقاء ما تفهمش رد فعلي كان شيلي وانت استسلمش قعدت تحت اول ما انا قلت لك سيك ما بتسمعش وتتكلم ما بتتعلمش شوف هتوطى شوف حتى لا ما تتقسمش انا شفرات الترجمش انت بسريع فتش فكرة نفسها امري بقى حر زي الفلفل كلمتين اقولهم بعد كده نقفل خلاص على السكيل وبص بقى تقتل فو زي الكايت مين مش شافك في الساحل وكانت اون سايز حصل مفروض الاصايز ده محروق ناسوسك سايز اون سايز بويز ام باك ستريت بويز منفوفين وبيحلقوا زي القطايف انت حاجه ترفع على المايك انت حاجة ترفع النايك سيكو ميمو عيسى مسيكو خرشيدو جيبو بوكس ايكيلو ليجن زي الباتشينو يوم سيف مش بيهرار بس للبابا على البيت على البيت بيت روحنا رجعنا بالمكسب والشحنة كحل الدنيا على جروحنا أسميكوا بيت التال بس بروحنا أصلا كيدو لا تذكر ولا تحفة أكيد الواحد بيتكلم عن تحفة أكيد الواحد ألف نفس وسحقن بأمن الخزنة بفلس قلب محكم عيسى ما يكونيكا شايكو مني أرد ما يدورش يتعرف شوية فعلينا ما يورج التيشة تبريني موديل لايفولي صغر نفسك بالاسلوب انت سمولي واحد بعد التاني بيقع زي بولي صاحبي يا بولي صاحبي يا مولي صاحبتك قولي صاحبتك قولي بالقفل انا الدس معرفش اكونك انا ما مبدلش انا فشخك انا لما عوز ومدلش انا افصل للشبكة باطر الوينج امضي بالكابت العب بيش زينو فيلو نشغل دنيو اخصم كترش بعمل تليو نجوم شباك هنا بيتحنيو انا اللودي وانا الفينيو وانا واني وبيتنيو بروبا للبابا لبيت نفس منو وانا عايزة من اللي علي بتنمو مانسو عشان ابيك اللي فينا بتلو كبتلو من نفسه من لا تقو قلو فايل نيم تاك مش بو الدرع في ايدي ومش فاقرة بيك افخ في جهاز اما الترا شلع الروس شبي الشرافة كيوز قولي دي على البي ما فيش يو جرد الدايرة بالخطي دي كيو نفى ديستورشن عالكيك دي تيوب نزل لعمل زحمة سميها سيول طلع بالكوت ابدأ انكوت صفى بالجري زي الجري عالشط سمانتي سماني تلعيب كرايس ومش فاكره عشان مش بفرج عالماتش قلع الواتش واسالكو عالوقت اخد تركيز طالما بدعت للبابا عالبيت وانتو على السبت افضع السبت زيرو فيلو شغل دينيو 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 شكرا 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 محدش هندوم نيجي ونرحم نتنحي من القلوب ومش فاضي مني اكتر من اللي راح ما تأثر والشك عليا بس جوا دماغي والملف دايما معلش انا توت ومش شايف
شوفك بال انت معفولين واتوه في احتمال مش احتمال من لاس وبنام وشوشك الاتنين عالبال مش هيفهمون
الشمس بتطلع وانا لا وانا لا وانا لا سنين بتوم بتميل وتفوم لو ما كناش أمال مين أمال مين يكون شكرا بيبروك اننا في سباق باق ليه خمسة ستة صحابي الباقي داب ماب ريحتك وحشة ام كلثوم من غير الكاف لام قولي ما تشوف مع البيت داخل الصح كام كام ناس معادن ولولو الجواه سكة صعبة وشباب بتعاف ما فيها غلطة الميزان بتعاف نية سالكة وربك العال ناس معادن ولولو الجواه سكة صعبة وشباب بتعافر ما فيها غلطة تبقى بينا مستهلس مش شاغلنا عشان انت الا وكبير كبيرك مستهلس بيتش ماليش في مستعمل مش هتاني ومش هركب مش هحس ومش هندم قبله زيت دلوقتي معادنا مع اخر performance من اخر جادج وقبل ما يبدأ البرفورمنس أنا عايز أشكر مولوتوف على البرفورمنسز وعلى حضوره معانا الحلقات اللي فاتت كلها مولوتوف احنا بنستنى البرفورمنسز خلاص رحبوا معايا بمولوتوف Blah, blah, blah.
Thank you.
شكرا مولوتوف. وقت الكذب بيجرى كاننا في سباق باق ليا خمسة ستة صحابي الباقي داب ماب ريحتك وحشة ام كلثوم من غير الكافلام قولي ماتش بقى على البيت داخل الصح كام كام ناس معادن ولولوب جواه سكة صعبة وشباب بتعاف ما فيها غلطة الميزان بتعاي نية سالكة وربك اللعان ناس معادن ولولوب جواهر سكة صعبة وشباب بتعافر ما فيها غلطة مش هتبقى بينا مستهلس مش شغلنا عشان انت إلا بكبير كبيرك مستهلس بيتش ماليش في مستعمل مش هتغني مش هركب مش هحس ومش هندم أكلو زيت مشاهدينا اللي ورايا ده هو الفاينل كاونت داون دلوقتي كل فوت من عندكم تفرق مين اللي هيكسب راب جيم فوت دلوقتي حالا لحظة مصيرية في تاريخ راب جيم فاضل 13 ثانية على الفاينل فوتس موقع فريدم ميوزك هو المكان اللي ممكن تعملوا فيه فوتينج مين من الثلاثة كونتستنتس عايزينه يكسب الجائزة الكبرى اللي معانا النهاردة وبكده يبقى خلص التصويت معانا في الفاينل راوند لراب جيم جاهزين نعرف مين الفايز يلا بينا جاهزين فايز معانا في الموسم ده من راب جيم هو علي بابا yeah.
شكرا شكرا مشاهدينا على فرجتكم على السيزن ده من راب جيم. شكرا للكونتستنتس اللي معانا من الجولات اللي فاتت على روحهم وعلى السبورت. شكرا للكونتستنتس اللي كانوا معانا النهارده, مبروك للفايز. شكرا طبعا طبعا للجادجز اللي كانوا معانا ونورونا ببرفورمنسز, شكرا ليكو. عايز افكركم يا مشاهدينا, لو حد فيكم شايف ان هو جدير بانه يكسب الموسم الجاي من راب جيم يقدم على موقع فريدم ميوزك مره كمان. شكرا ليكم, شكرا شكرا للكونتستنتس, شكرا للجادجز. جادو سينابتك مولوتوف. شكرا ابيو.